انت بس نتكلم. طب اتكلم اقول لك ايه؟ اقول لك ان محمد صلاح الافضل في العالم وجايب هاتريك ما تجابش من 18 سنه من ايام الظاهره رونالدو، ولا اقول لك ان محمد صلاح النهارده كسر ارقام كتيره منها انه هداف التاريخي للافارقه في الدوري الانجليزي، ولا محمد صلاح اول لاعب في تاريخ ليفربول يجيب اهداف في 10 مباريات متتاليه؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ اقول لك ان ليفربول جه في اخر تقريبا نص ساعه ما لمسش يونايتد الكوره ووصل الاستحواذ لل 87% مقابل 13% مانشستر يونايتد. اقول لك ايه ولا ايه؟ في ليله تاريخيه ليفربول بكل معاني الكلمه، اهداف اداء تكتيك كل حاجه النهارده كانت من ناحيه كلوب وليفربول بيرفكت، ولكن من ناحيه يونايتد وسولشاير كان في علامات استفهام على يونايتد وعلى سولشاير وعلى اللاعبين وعلى رونالدو وعلى ماجواير وعلى كشو وعلى كل اللاعبين النهارده في مباراه هي الافضل لمحمد صلاح وليفربول هذا الموسم. في مباريات عديده وعديده محمد صلاح وليفربول عملوا فيها مباريات مميزه، ولكن هذا المباراه ستظل في اذهان الكثير من جماهير ليفربول بسبب الاداء المميز لمحمد صلاح وليفربول. نتكلم بكلام كتير في حلقه النهارده، طولت في الانترو كتير جدا، فالحلقه دي زدت لك انزل اعمل لايك، اول ما تشوف نيمز سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول. يلا بينا نخش نتكلم عن مهزله مسرح الاوهام ورجولة صلاح وزمانه. حطني رقم واحد في القصيم. اهلا بيكم يا وجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل وليفربول ومانشستر يونايتد. المباراه اللي تشكيلتها من عند ليفربول كان فيها علامات استفهام للعديد من اللاعبين في التشكيل، كان تشكيل بادئ من غير ماني ومن غير فابينيو، دي حاجه ما كنتش فاهمها وما كنتش مستوعبها لحد بدايه المباراه، لكن الناحيه الثانيه عند مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد بادئ بتشكيل نوعا ما منطقي اللي انت تلعب بال 4 2 3 1، بتلعب اثنين في نص الملعب مكتوم ناي وفريد اثنين بيلعبوا نمره 6 بيبقوا مدافعيين اكتر من انهم يعملوا دور هجومي، وسايب الدور الهجومي كليا لبرونو فرنانديز وجرينوود وراشفورد وقدام كريستيانو رونالدو. هو مدي الرباعي الهجومي حريه ان يبقى في الهجوم اكتر من انه يرجع دفاعيا، وده حاجه خلت يونايتد في الناحيه الدفاعيه متاثر كتير. لكن خلينا نتكلم على ليفربول، الفريق النهارده اللي قدم مباراه كبيره، قدم مباراه كبيره تكتيكيا فنيا على مستوى اللاعبين في ارض الملعب، ومحمد صلاح اللي هنجيله اكيد في اخر الحلقه بعيدة عن انتر اللي اتكلمت عليه كتير، هنيجي محمد صلاح في اخر الحلقه في كلام اكتر واكتر. خلينا نتكلم عن يورجن كلوب والتشكيل والتكتيك اللي لعب بيه مباراه النهارده. يورجن كلوب بدايه لعب بال 4 3 3، خلى هندرسون هو اللاعب نمره 6. وليه هندرسون لاعب نمره 6 مش فابينيو؟ هقول لك ليه. لان اول حاجه بيعملها سولشاير ومانشستر يونايتد ان يخلي برونو فرنانديز يضغط على اللاعب نمره 6 وما يخليش الخصم يلعب بالكوره من تحت لفوق ويطلع بالكوره من تحت لفوق، ففابينيو كان رتمه في الكوره او رتمه على الكوره او طلوع من تحت لفوق مش افضل حاجه، فخلى هندرسون هو اللاعب نمره 6 لان هندرسون هو اللاعب اللي يفضل الافضل في ليفربول اللي هو يطلع بالكوره من تحت لفوق، وشفناه كتير جدا في مباراه النهارده ان هندرسون بيطلع بالكوره من تحت لفوق بسلاسه، وخلى هندرسون اكتر انه يلعب كاريجيستا اكتر انه لاعب 6 صريح ان هو يتحكم في رتم المباراه، يتحكم في رتم الكوره، ويتحكم في الطلوع بالكوره من تحت لفوق. والحاجه الثانيه انه لعب بنبي كيتا النهارده، لان نبي كيتا في الضغط مميز جدا عن هندرسون، سريع في الضغط مميز، بيعرف يستخلص الكوره مميز جدا، فنبي كيتا كان بيلعب بالضغط العالي على نص ملعب مانشستر يونايتد وقدر يستخلص الكوره في كذا لقطه، في الجول الاول والجول الثاني قدر نبي كيتا يستخلص الكوره ويجيب الهدف في الاهداف، ونبي كيتا مميز في الحته دي، وكان كمان مش في الضغط بس، كان في الضغط العالي بيعرف يستخلص الكوره، وكمان كان بيقدر يستخلص الكوره في الكوره الثانيه لما تلعب كوره طويله وتنزل من المدافعين لمانشستر يونايتد، كان نبي كيتا في الضغط بتاعه والميزه اللي عنده بيقدر ياخد الكوره الثانيه. فانت نبي كيتا بيقدر يضغط على نص ملعب مانشستر يونايتد، هندرسون بيلعب كارجيستا اكتر، وبتشوف كمان فيرمينيو لما الكره بتبقى ممتلكه عند لعيبه ليفربول، لما ليفربول يبقى معاه الكره بتشوف فيرمينيو بينزل لحد نص الملعب هو ونبي كيتا بيعملوا ستاره قدام مدافعين مانشستر يونايتد وورا فريد ومكتوميناي، وتقريبا بيعملوا خرم ورا فريد ومكتوميناي بين الخطوط. نبي كيتا وفيرمينيو كانوا بيستلموا بين الخطوط براحتهم تماما، نبي كيتا فيرمينيو بينزلوا بين الخطوط، ارنولد روبرتسون بيفتحوا الملعب يعملوا ستريتش كبير جدا للملعب عشان يسحبوا معاه من الباكات، جوتا وصلاح بيخشوا في انصاف المساحات وبيخشوا ما بين لاعب الباك والسيرت باك، يخشوا ما بينهم في انصاف المساحات ويقدروا يستغلوا دون، وشفنا الاستغلال دون في الامثل في الجون محمد صلاح، الجون الاول لمحمد صلاح وجون جوتا الاول لما تلعبوا بالعرض لارنولد ودخل كمل في الجون،
ليفربول النهارده تكتيكيا قدم مباراه كبيره، انت تضغط ضغط عالي على مانشستر يونايتد وخنقه جدا، قد ان مانشستر يونايتد يغلط في الهدف التالي والهدف الاول لليفربول. ليفربول في الضغط العالي اللي عمله على مانشستر يونايتد قدر يستخلص في الجول الاول، نبي كده يستخلص الكره وديها لصلاح، وصلاح يطلعه يخليه يجيب جول. وفي الجول الثاني لخبطه ما بين ماجواير ولوك شو، لوك شو وماجواير الاثنين بيتلخبطوا بيخشوا بعض، نبي كده بيستلم الكره دي ارنولد لجوتا، جوتا جول على طول. وكمان سيبك من الخرم اللي كان بيعمله نبي كيتا وفيرمينيو في بين الخطوط عن مانشستر يونايتد، في خرم تاني كان بيعملوه ليفربول، وهو الخرم ناحيه الشمال بتاع مانشستر يونايتد اللي هي ناحيه لوك شو، كان خرم ادى ان هو يصنع منه هدفين، لا مش هدفين، ثلاثه. جول الاول لمحمد صلاح بالقطع بتاع نبي كيتا والكره بتلعب ما بين الخطوط تيجي جول. الجول الثاني ل ليفربول لما اتلعبت من ورا مدافعين لارنولد، ارنولد لعب لجوتا وجوتا جول، وجول محمد صلاح الثاني تقريبا او الاول مش فاكر، محمد صلاح جاب جول كتير في الجول تقريبا الثاني او الكره اللي اتلعبت بالعرض وجاب الجول، الجول الاول لمحمد صلاح لما اتلعبت بالعرض من ناحيه اليمين برده، والجول الثالث محمد صلاح والهاتريك بتاع محمد صلاح لما محمد صلاح قطع من ظهر لوك شو والكره جت له ويسجل الهدف الخامس. ليفربول النهارده قدم كل شيء في المباراه، تكتيكيا قد مباراه ولا اروع، فنيا قد مباراه كبيره، لاعبين في ارض الملعب ولا اروع، محمد صلاح بيقدم مباراه كبيره، ارنولد بيقدم مباراه كبيره، النبي كده بيقدم مباراه كبيره، هندرسون بيقدم مباراه كبيره، النبي كيت كوناتي وفان دايك بيقدموا مباراه تقيله وكبيره. النهارده فان دايك وكوناتي اتمنى منهم، اتمنى منهم بكل صراحه ان هم وهم خارجين من ملعب الاولد ترافورد يسلموا رونالدو في الامانات، خلاص فان دايك وكوناتي حط رونالدو في جيبه، اختفى النهارده رونالدو. حد يقدر يقول رونالدو فين النهارده؟ رونالدو هتسمعني؟ لم يسمع رونالدو، مش موجود رونالدو النهارده. طب حد تاني رونالدو؟ راشفورد، جرينوود، برونو فرنانديز، لا يوجد هذا اليوم. اليوم في مسرح الاحلام اللي ليفربول خلاه مسرح الاوهام، محمد صلاح بيسجل فيه 3 اهداف وهاتريك. محمد صلاح من سنتين او من ثلاثه قال لك مانشستر يونايتد عقده محمد صلاح، ولكن النهارده محمد صلاح في عقر ضرب في الاولد ترافورد بيسجل عليهم بالثلاث اهداف. محمد صلاح اللي اتقال عليه بعد موسم 2017 2018 الوان سيزون وندر، محمد صلاح اللاعب الموسم الواحد ولا يمكن يكمل، والاستمراريه لا يمكن محمد صلاح يكون مستمر بهذا الاداء. محمد صلاح النهارده بكل امانه وبالفورم المليان افضل لاعب في العالم. حد يقدر يقول لي، حد يقدر يقول لي محمد صلاح مش افضل لاعب في العالم النهارده؟ طب لو مش افضل لاعب في العالم مين افضل لاعب في العالم؟ لاعب مؤثر للفريق، لاعب بيسجل بالهاتريك، لاعب النهارده بيسجل في كل فرق التوب 6، سجل في مانشستر يونايتد، سجل في مانشستر سيتي، سجل في تشيلسي، لسه ما لعبناش توتنهام ولسه ما لعبناش ارسنال، سجل في كل الكبار. قال لك عقودته يونايتد هاتريك، قال لك سيتي وفريق تقيل ومنظومه دفاعيه ضخمه سجل فيهم جول ولا احلى ولا اروع، محمد صلاح. قال لك تشيلسي ومنظومه سجل، محمد صلاح بيسجل في الكبير والصغير، واتفورد، مانشستر يونايتد، تشيلسي، سيتي، كله 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 كله. قول لي مين النهارده محمد صلاح ما سجلش فيه؟ اتلتيكو مدريد بيسجل فيه، ميلان بيسجل فيه، بورتو بيسجل فيه، كله كله كله. افضل لاعب في العالم السنه دي محمد صلاح. لو موسم 2021 2022 ما اختتمش بفوز محمد صلاح بالبالون دور، يبقى هنا في نصب من الفيفا يقدم موسم ولا اروع، ان شاء الله يتوج في اخره بالثنائيه الدوري والتشامبيونز ليج مع ليفربول. وكمان ويا سلام يا سلام يا سلام لو يحقق كاس افريقيا مع مصر ويوصلوا كاس عالم. محمد صلاح السنه دي تطور، تطور بكل امانه. محمد صلاح السنين اللي فاتت كنت بتشوف اللي هو بيبقى منحصر في انه يلعب في المساحات الفاضيه وانه يرجع وانه يلعب في ظهر المدافعين والكره تجيله ويسدد ويجيب اهداف فقط، ولكن محمد صلاح الموسم ده الشيء اللي متغير فيه واللي مخليه افضل لاعب في العالم ان محمد صلاح الموسم ده تطور في كذا شيء. محمد صلاح الموسم ده بينزل كتير لنص الملعب يطلب الكره يقول لهم يهطيروا الكره، لان محمد صلاح تطور في قدرته والثقه عنده بقت عاليه ان هو يقدر يلعب الكره، انه يقدر يعدي واحد والتاني، يقدر يرقص. محمد صلاح النهارده، محمد صلاح السنه دي تطور بشكل كبير، وده شفناه مش مع ليفربول بس، لا شفناه مع كمان منتخب مصر ضد منتخب ليبيا في المباراه الاولى. محمد صلاح السنه دي بقى عاوز يلعب مع المنظومه وبقى عاوز يشغل المنظومه سواء مع ليفربول او منتخب مصر اكتر من انه يسجل، وسبحان الله محمد صلاح بيشغل المنظومه وبيسجل.
النهارده بيجيب 3 اهداف وبيعمل اسيست. ثانيتين محمد صلاح. ليفربول بيعلنها النهارده انا المرشح الاول للفوز بالدوري. المرشح الاول فوز. طلع يعني ده تعادل مع سيتي وتعادل مع تشيلسي. ومانشستر يونايتد تحت جهاز السوشيال مش مقياس، ولكن ليفربول النهارده بيعلنها انا مرشح من المرشحين للدوري الانجليزي السنه دي. هتقول لي سيتي، هتقول لي تشيلسي، ليفربول ان شاء الله بطل الدوري السنه دي. من واحد ليفربولي بيقول لك ليفربول بطل الدوري السنه دي خلاص. بقولها من النهارده، افتكر كلامي ده، 24 اكتوبر 2021 ليفربول بطل للدوري. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه مانشستر يونايتد وليفربول. المهم رايك انت ولا رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك، هل سولشاير هيقيل النهارده او يستقيل ولا لا؟ انا توقعي سولشاير مكمل مع مانشستر يونايتد. قول لي توقعك انت في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك شير اعمل لايك، شير لايك بوصل الحلقه لبعض الناس وبيساعدنا في ظهور الحلقات، فانزل اعمل لايك. اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وعلى الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول. طبعا اعطي التسجيل بتاعتي في فيسبوك وتويتر وانستجرام في السكريبشن تحت، وعلى فيسبوك وتويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.